اليونت اللطيفة دي، اليونت دي غريبة جدا بقى، يونت كده تحسوها إن هي إيه، متحولة الأحداث، هتشوف إزاي متحولة. طيب أول كلمة معايا اللي هي جفت، جفت، نبدأ نترجم بقى، نطلع الإيه، كله يطلع الكتب ونبدأ نكتب ترجمة الكلمات، أوعوا حد ماشي. يفوت سلم كلمة من غير ما يترجم. سلم كله يترجم ورايا، أنا مش هبدأ إلا لما كله يقول لي إيه أنا جاهز. تمام يا غالي. طيب جفت يعني هدية، لازم نفتح الكاميرات ولا عادي؟ مش المفروض تفتحوا الكاميرات عشان خاطر التسميع والكلام ده، ولا هي المس عايزاكم تفتحوها كده بس عادي؟ هنفتح المفروض عشان تفتحوها عادي. نكون مركزين ولا لا يعني. طيب ماشي، افتح، طالما مس امنية قالت تفتحوا الكاميرات يا جماعة. ماشي. أنا مش فاهم. تمام اوكي، طب يلا بينا شباب. بس انا معلش، لا انا لابس زعبوط ومش هينفع انا، لا معلش. طيب اول كلمة جيفت اللي هي هدية، تمام. تاني كلمة كابل، كابل هاسبند اند وايف، كابل يعني ايه؟ يعني زوج وزوجة. تمام تمام زوج وزوجة. بعد كده تايني، تايني يعني صغير جدا. تمام تمام broad shouldered يعني شخص عريض، broad shouldered شخص عريض. مستر، احنا المفروض لما نكتبها نحط بينها سبيس كده ولا عادي كلمة وكلمة؟ عادي بالطريقة، بس أهم حاجة تكون الطريقة اللي أنت هتستعملها دي وأنت جاي بتذاكر بعد كده تكون مريحاك، عشان ما إيه ما تتخيلش. يعني لو حابب تحط كده شرطة وتكتب الترجمة ماشي، لو حابب تكتب الترجمة على طول من غير ما تحط شرطة ولا حاجة ماشي برضه، بس أهم حاجة أنت تبقى مرتاح وأنت بتذاكر. طيب قلت يا مستر بروت شولدر يعني ايه؟ broad shouldered يعني عريض، شخص عريض، عريض الجسم أو عريض الكتفين. تمام. طيب بعد كده عندي plump، plump يعني شخص ممتلئ، ممتلئ الجسم، شخص ممتلئ الجسم. تمام طيب بعد كده عندي، يبقى أول، يبقى آخر حاجة قلنا plump يعني ممتلئ الجسم. بعد كده عندي generous، generous يعني كريم، كريم أو سخي. showing readiness to give money or help، شخص كريم بيساعد أو بيدي فلوس. تمام. طيب بعد كده عندي purse، purse يعني محفظة، واللي الستات بيستعملوا اللي هو اسمه كيس اللي بتحط فيه الفلوس، فممكن اقول بيرس يعني محفظة، بس محفظة او كيس. something to put يعني your محفظة money، يا مستر، بيرس يعني محفظة، محفظة. محفظة نقود. something to put your money in، تمام. طيب. بعد كده عندي jeweler، the one who sells things made of gold, diamond or silver، ده بائع المجوهرات، بائع المجوهرات اسمه jeweler، jeweler جاي من jewelry.
طيب بعد كده عندي حلو ده. كلاسب. يا ترى كلاسب دي بقى، دي كلمة غريبة جدا بقى، تخيلوا ميتال فاستنر فور هولدنج هير، ميتال فاستنر فور هولدنج هير، يبقى كلاسب يعني توكة. كلاسب يعني توكة شعر، بس التوك مش اللي هي التوك القماش، لا التوك اللي هي بتبقى بلاستيك او حديد، توك معدنية أو بلاستيكية. عندي بعد كده ساين. ساين يعني علامة أو لافتة. علامة أو لافتة أو إشارة، كلهم ينفعوا. طب بعد كده عندي reflection. reflection ده the image of a person in a mirror or glass. انت لما تقف قدام المراية كده وتبص لنفسك فتلاقي الانعكاس بتاعك. reflection هو انعكاس، انعكاس الصورة، reflection. طيب crop the short. crop the short، crop the short ده اللي هو الشعر القصير. crop short الشعر القصير. أو ممكن نعمل شرطة جنب الشعر القصير ونكتب القصة القصيرة، القصة القصيرة يعني، القصة القصيرة. مفيش حد يجي يذاكر بعد كده القصة، القصة القصيرة، لأ. طيب إحنا هنخش دلوقتي بقى على عالم الإيه، عالم الوش وعالم الميك اب وعالم الهايلايتس، هنخش على كل ده دلوقتي. عندنا هنا الفيس بقى، اخش على الفيس. عندي حاجه اسمها كلين شيفن. كلين شيفن، كلين شيفن دي الخلقه المحلوقه، الراجل كده تلاقي وشه ابيض كله محلوق، لا شنب ولا دقن، ده اسمه الكلين شيفن، يعني وجه محلوق او محلوق وخلاص. طيب ماشي، كلين شيفن، a face معناها ايه يا بابا؟ معناها ايه يا وجه عصام؟ محلوق. ماشي طيب تمام. الديفينيشن حتى بتاعه، a face seems to be just shaved. أرحمكم الله معز. طيب a face which seems to be just shaved، واحد يكون لسه حالق شنب ودقن وكده، تبتدي اتحلقت، الله ينور وشك نور. طيب mustache اللي بعده، mustache الشنب، mustache يعني الشنب. hair under the nose، الشعر اللي تحت المناخير، اسمه ماستيج. طيب اللي بعده دبل تشين. مش عارف انا اقول لكم الدبل تشين دي ازاي، بس عارفين الناس اللي بيبقوا عندهم في دقنهم كده طبع الحسن، تعرفوا طبع الحسن؟ طبعا. ايه طبع الحسن ده النغز يعني اللي يبقى في مش حد منه؟ عارفين. طب عارفين اللغد؟ حد كده تلاقي عنده لغد كده، يبقى الدبل دبل تشين يعني لغد. اوكي. مش عارف اقولك لغد، او اسمه الذقن المزدوج او اللغد. طيب سيبكم من الكلمة الغريبة دي، نخش على الكلمة اللي جاية. الكلمة اللي جاية اسمها رينكلز. رينكلز لما حد يكبر في السن وتظهر له ايه، خطوط في وشه كده، اللي اسمها تشققات البشرة. الناس الكبار في السن دايما بشرتهم كده بتلاقي ظهر فيها خطوط 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 كده. لا بس دي ممكن نكتب تجاعيد. تجاعيد ايوه تجاعيد، الكلمة دي كتبتها وصف بدور على الوضع. الصبح، انا بدور على اوكي الكلمة دي من تمام. الصبح، تجاعيد البشرة. اوكي رينكلز يعني تجاعيد البشرة، طبعا بسبب كبر السن. تمام. طيب بعد كده عندي spots. spots of skin
ده اللي هو يا شباب النمش. سبوتس سبوتس يعني يعني النمش، النقط اللي بيبقى لونها برتقاني كده على الوش. تمام. حتى ليها فلتر، ليها فلتر تقريبا على سناب شات او حاجه زي كده، فلتر اسمه سبوتس ده عرفت. بيعمل نمش ده على الوش. ما تعملهوش، انتوا ما تضحكوش على نفسكم، انتوا ما عندكوش نمش خالص. ماشي طيب، بعدها عندي ايه؟ لونج ايليشز. ايليشز دي اللي هي الرموش، لونج ايليشز الرموش الطويله. long eyelashes الرموش الطويل. تمام. ماشي طب اللي بعده beard. beard اللي هي الدقن، ذقن او دقن عادي، تبقى بالطريقه اللي تناسبها. طيب احنا بقى هنعكس، احنا هنعكس، هو فريكلس هي دي النمش، فريكلس اللي هي دي النمش. سبوتس اون ذا سكين ده النمش. طيب سبوتس بس، سبوتس بس، سبوتس بس، ممكن نكتب بقع او حبوب. بقى سبوتس هنعكس، فريكلس هتبقى النمش، لكن سبوتس بس كده، سبوتس اللي هي حبوب او بقع. طيب بعد كده روزي تشيكس، روزي تشيكس اللي هي الخدود الوردية. روزي تشيكس، روزي يعني وردي، تشيكس اللي هي الخدود، الخدود الوردية اللي هو او تشيك which is a little bright red، الخدود اللي تبقى محمرة شوية. بعد كده عندي معناها ايه يا مستر؟ روزي تشيكس اللي هي الخدود الوردية، الخدود الوردية. طيب تمام. بعد كده عندي ايه؟ عندي باشي اي برو، باشي اي برو. اي برو ده اللي هو الحواجب، باشي اي برو يعني حواجب، ممكن نقول حواجب غزيرة. أو حواجب كثيفة، لما حد يكون عنده حواجبه تقيلة شوية، في ناس كده بتحس إن حواجبها تقيلة شوية عن بقية الناس. أتراك. يس، إيه معناها يا حواجب، مستر؟ حواجب كثيفة. تمام. ماشي طيب تعالوا نخش على الشعر بقى، خلصنا الوش نخش على الشعر. عندي ستريت، ستريت يعني الشعر اللي هو بيبقى ناعم مستقيم، مش كيرل، مش ملولب. ممكن تكتبوها الطريقة اللي انتوا بتحبوها، شعر ناعم او شعر مستقيم. طيب يبقى قلنا ستريت الشعر الناعم او المستقيم. بعد كده عندي كرابت، كرابت الشعر المقصوص. ممكن نكتب إن هو شعر قصير، يعني ممكن نكتب ايه؟ إن هو شعر قصير. شعر قصير عادي. ماشي مستر يعني كروبت وكروبت شورت هما يكون نفس المعنى صح؟ كرابد، كرابد شورت يعني قصة قصيرة أو قصة قصيرة، وكرابد شورت ممكن تنفع لحاجات تانية غير الشعر. طيب لكن كرابد
ما لو جت مع الشعر، لو قلت لك رب ذا هير انت تفهم كده ان الشعر ده قصير، ما تقص يعني مخصوص. طيب بعدها عندي بوني تيل. بوني تيل دي بقى مش تخطر على بال حد. بوني تيل ده هو ده اللي الحصان. الحصان ده الحصان برافو، بوني تيل اللي هو ديل الحصان. طيب عندي بعد كده الهايلايتس. الهايلايتس في حاجة كده للبنات بيستعملوها اسمها هايلايت، بتحط على الشعر بتخلي الشعرية منورة كده، أو لونها بيكون زاهي أوي واضح أوي. فعايزكوا تكتبوها مثلا إيه؟ فتح الشعر، إيه؟ فتح الشعر، لا ملون للشعر، ممكن نكتبها، ممكن نكتبها ملمع للشعر، ايه اللي ملمع ملون؟ للشعر. ملمع للشعر هايلايتس يعني ملمع للشعر. طيب بعد كده اللونج سهلة، اللونج يعني طويل. هايلايتس ملمع للشعر، هايلايتس ملمع للشعر. تمام. بعد كده عندي لونج، دي سهلة بقى، لونج يعني طويل. بعد لونج عندي سنتر بارتنج. سنتر بارتنج، عارفين كده لما الولاد عندهم مختلفة شوية عن البنات، لما تفصل شعرك نصين، عارف انت لما تفصل شعرك كده تفصل دماغك نصين، تمام؟ تفصل دماغ يعني مش تفصل دماغ نصين يعني تفتح دماغك ومخك يظهر، لا يعني تفصل شعرك نصين، في خط كده بيبقى في نص الدماغ عند البنات، هو موجود من غير ما نعمل حاجة أصلا. هو موجود. انتوا ممكن نكتبوا مركز تقسيم الشعر، او ممكن نكتبه مثلا فصلة الشعر، فصلة الشعر او مركز تقسيم الشعر. طيب يبقى سنتر بارتنج يعني مركز تقسيم الشعر، ماشي. تمام. ماشي بعد كده عندي فرنج دي اللي هي قصة. فرنج أول كلمة اهي، اهي فرنج. فرنج يعني ايه؟ فرنج يعني قصة، قصة هي القصة تنزل على وشك كده من قدام. خلاص يا مستر، ايه كل الكلمات دي؟ ده كتير، شوف ايدي يا مستر، كتير شوف ايدي، ده انت ايدك كانت، يا لهوي ده ده انت حرب صباعك دي مش باظ خالص، انت صباعك باظ من الكتابة خالص. انت بتكتب الكلمة انجليزي وعربي؟ ايوه. يا نهار ابيض. طب ليه ما ببص، بقول لك ايه، ما هبعت لك طب PDF، اطبع بس اليونتات اللي علينا بس، ماشي؟ بحاول يعني. بعد ما حصل يعني خلاص بقى معلش، مساحة فينا احنا، خلاص معلش ماشي، احنا حتة يلا واحدة كلنا احنا، امسحها في الصابونة بقى. ماشي يا عم، امسحها في الصابونة. تمسحها في الصابونة؟ حاجة اسمها امسحها في الصابونة؟ امسحها في الصابونة الحبة ماشي يا معز. طيب يعني، دي هي وبريز اكتر شيئين بكرههم. انت متنكد من ساعة موضوع ريال مدريد، انا عارف الموضوع ده مضايقك شوية، انا عارف. ماشي ماشي، معلش يمكن يا معز، ريال مدريد بيشوف 6-2 على انا مش عارف والله، انا مش عارف بصراحة اداوي جراحك ازاي، انا مش عارف اداوي جراحك ازاي، انت مجروح وانا ما خلاص انا عجزت يعني، بس الحمد لله نادي يا ربنا. بعد كده عندي شورت. شورت يعني قصير، دي سهلة. شعر قصير. بكتبها ماشي أي كلام. شورت يعني قصير. طب عندي بقى كده سبايكي، في موضة طلعت كده زمان اسمها سبايكي، اللي هو بتوقف شعرك زي المسامير كده، بتوقف شعرك كله لفوق زي المسامير. طبعا كانت موضة وحشة قوي، طبعا انا عملتها اكيد وانا صغير،
اسمها سبايك. سبايك يعني ايه؟ اكتب انا جنبها مالهاش موضة ايه. للشعر، بس موضة للشعر. عايز تكتب بقى بين قوسين شعر كالمسامير أو موضة للشعر على كلام كالمسامير، سمير ماشي. مش أو شعر مدبب، شعر. موضة الشعر المدبب، اللي هو بيبقى كله طالع كده فوق. يا رب برز وراكب أنا عملتها عربيته ولا أنا مبقاش؟ دخلت ايه مسمار العملية دي؟ يدخل في العجلة، مسمار يدخل في انت بص، الكاوتش انت عايز تتم من يعمل بريز، حاجة. انت بريز منكد عليك ليه بقى؟ انا بص اقول لك على حاجه، تخسر ماتش ماشي، تخسر ماتشين ماشي، لكن تخسر 3 ماتشات ورا بعض؟ لا طبعا. حبيبه اخواتها ايه ايدينا عليها ومش عارفه لسه جاية بقى فهتعزمنا معاك عادي. طيب ماشي. رامون كالديرون كان بيجيب صفقات سوبر ستار. ده انت نايم تقوم تحلم بكالديرون وبريز، ماشي يا مان. طيب عندي بعد كده شورت وميديوم وهايت، ده اطول الشعر يعني، الشعر القصير، الشعر المتوسط، الشعر الايه الطويل. كنت بحسبها درجات السك. منك مشهور لله يا ضرب بريز، منك لله يا بريز. ربي. لا مش عايزين ندفع فلوس، نورس الأول وبعد كده يعني الريال الملكي، الملكي النادي الملكي يخسر ثلاثة يخسر من من مواضيع برشلونة، برشلونة. برشلونة اللي خسران من مانشستر، ده ضحك ده. ماشي لا 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 مانشستر جامدين معلش. ماشي، بس ريال أجمد. أنت بتقارن إيه بإيه؟ وفي مقارنة؟ أصل إزاي تخسر من مواضيع كاتالونيا؟ سفر ربنا صبرك يا مصر. ماشي تعالوا بعد كده، تاتو، تاتو معروف بقى، تاتو، تاتو يعني تاتو. وش بتاع ميسي. ايوه يبقى تاتو يلا مول، هيجيبوا بقى عندي هالاند. مول. مول دي بيبقى حته جلد زائد، كي احنا بقى عندنا جلد زائد، مول يعني الجلد الزائد، يا جلد زايد جلد كتير ده. زائد او بقع بنيه، في بتبقى على شكل بقع بنيه او جلد زائد. بس زايد ماشي. بيقولوا هيجيبوا هالاند اصلا كده ادفع الشفط هالاند وشو البديل. قالوا، هالاند وشو قالوا صلاح وشو قالوا مبابي، محدش يعرف. لا لا هيدفع الشفط الجزائي الموسم الجاي. يا رب يا عم يجيبوا هالاند على الاقل، حتى الريال انا هتفرج على الريال لو جابوا هالاند، هتفرج على كل الماتشات الريال. ماشي هالاند لو جبته اضمن لك ان انت هتفوز بالستة والسبعة. اكيد اكيد يا باشا. طيب خلصنا الوش وخلصنا الشعر، نخش بقى على الشخصية، نخش على الشخصية بقى. طيب ازاي ambitious، اللي انا بقول للبني ادم ده انت بني بتدرس ادم البني ادم سخيف؟ بقى. اه بني ادم بريز، بني ادم ايوه بريز. بالظبط. ربي طيب يموت. يبقى ambitious يعني ايه؟ ambitious يعني طموح. ambitious يعني طموح، ماشي. Ambitious, a person who wants to be successful, powerful, or wealthy. راجل عايز يبقى غني أو ناجح أو قوي. ده شخص طموح، عايز يعلى أكتر. بعد كده عندي insensitive. Insensitive, a person who doesn't care about or doesn't notice other people's feelings. الشخص اللي مش بيهتم بمشاعر الآخرين، ما بيحسش. يعني إنسان جبلة، بني آدم جبلة، بيحسش. A person who doesn't care about other people's feelings، مش مهتم انت زعلان بقى، انت فرحان، مش مهم عنده. في سمج هنا ولا سمج، ليه كده؟ عارف سمج دي موجودة بالانجلش اصلا ولا ايه؟ موجودة في الانجليش ولا ايه بقى؟ مش عارف، سمج دي ما عدتش عليا. طيب يبقى insensitive شخص، ممكن نكتبها شخص ايه؟ لا يهتم بمشاعر الاخرين. طيب بعد كده السنسيتيف اللي هو العكس بقى، الشخص الحساس، اللي هو ايه ده سوري انا قلت كلمه زعلتك، ويقعد يعيط بقى. سوري أنا آسف. اه سوري انا اسف، والله انا اسف، حقك عليا، مش اقصد. تامر حسني. لا تامر تامر حسني حسني سنسيتيف، تامر اكتب بين قوسين حسني سنسيتيف يعني تامر حسني. طيب مصطفى قمر. مصطفى قمر معلش.
ماشي. طيب بعد كده عندي independent, a person who does things by himself without help from others. بيعمل كل حاجة لوحده, يبقى بوظها ويقع المرأة ويقع الحديدية ما بين قوسين، مسؤول شخص مسؤول أو شخص مستقل, أو اكتبه فيمينست يعمل كل حاجة أنا ما حدش ساعدني أنا هعمل, بيعملها غلط. طب ما أنت أهو ما حدش ساعدني ما روح وقع رجليك كسرت خلاص الفيمينست، كده مش والله الفيمينست عايزين يبقوا شبه الرجالة ويشتغلوا في السجون. بلعوا لا مش كده كده, بس احنا هنتكلم في الموضوع, ان الموضوع ده كبير شوية, الموضوع ده يصبح جدا. حصتين لوحده. في ماشي. ستات محترمين ويقدروا الراجل، في ستات ما عندهمش دم، ما خلاص يا عم, مهما انت اني جاي هنا في سائل برنامج ريهام سعيد, اللهم اني سائل يعني. انت جاي في برنامج ريهام سعيد يا عم خلاص. نعم طيب سعيد. ايه دي الفيمينست دي بقى؟ ماشي. طيب بعد, تعالى بعد كده عندي كلمة اسمها imaginative. imaginative ده الشخص اللي هو واسع الخيال, مبدع خياله واسع مبدع, تلاقيه قاعد مبدع كده ما جدا. يتخيل, يقول لك يا سلام لو يحصل كذا لو اعمل كذا, وما بيعملش حاجه في الاخر, هو بس بيفضل قاعد يتخيل كده. طيب بيقعد يلبس بقى سماعات في ودنه ويفضل يلف في البيت ويتخيل بقى وهو بيلعب كوره بيجيب جوان, وهي تلف تلبس سماعات تتخيل وهي بقى ايه دكتوره واقفه بتشرح, كله بقى واحد لا كده متخيل. بس، إذا عرفت منين بس توصفني. تخيل بقى نفسها طالعة في مقابلات تلفزيونية واخترعت الاختراع ده ازاي يا دكتورة طيب. بعد كده sensible. sensible الشخص العقلاني. sensible a person who has good judgment. دايما الشخص اللي ليه حكم صائب, شخص عقلاني. طيب بعد sensible عندي مفكر يعني determined, ولا عقلاني يعني ما بياخدش الأمور كده ايه عشوائي, عشوائي دايما ليه حكمة, بيفكر كويس قبل ما يتكلم, ما بياخدش الأمور بعشوائية. طيب بعد كده عندي determined. determined الشخص الحازم لو بياخد قرار ما بيرجعش فيه تاني. يا ترى بالترتيب؟ والله العظيم ما هعمل كده لآخر يعمده. determined اللي هو ايه الشخص الحازم اللي هو لا انا خلاص انسى ان انا افتح بلوك من عليك تاني ابدا, ان انت تعيش البلوك ولا هاخد اي حاجه. بيفتحه يظبط الدنيا. بعد كده عندي ايه, عندي بعد كده باد تمبرد, الشخص اللي موده وحش ده ممكن تبقى قاعد معاه بقى في لحظه كده مثلا وقاعد بتضحك معاه وبتاكلوا مع بعض وبتقزازوا ريب وبتتفرجوا على التلفزيون, يضربك فجاه تلاقيه بس تروح قام بلا جايب يعيط. سكينه, فجاه تروح قام جايب سكينه وقام يجري وراك في الشقه بالسكينه بقى. يضربك بوكس باد يضربك. تمبرد يعني ايه؟ باد تمبر يعني متغير او متقلب المزاج, لحظه انتوا حبايب لحظه يقول لك آه يخرب بيت ام معرفتك, فجاه يقول لك يخرب بيت ام اليوم اللي عرفني بيه. يديك بفوقه وبطنه. الشخص المتقلب المزاج ده العيشه معاه صعبه جدا. عند كده مربوط بعد كده. كده عندي باصي. يعني ايه باصي؟ جاي من كلمه باص, لو تاخدوا بالك باص اللي هو الرئيس, مش جايه عارف كنت بحسبها أبوسي. بوسي. طيب باصي ده الشخص الباص اللي هو شايف نفسه على طول رئيس, اعمله طب رباعي, عارف انت لما تبقى خارج مع اصحابك ومحتاج تروح عشان بابا بتنزل بيك يقول لك ايه طب ثانيه واحده رباعيه وهنقوم كلنا, رباعيه وهنمشي كلنا, ده هو ده الشخص الباص يعني متسلط, نكتبها كده بالعربي متسلط. انت بقى عمال تضحك وتدعك لي في وشك وعينيك وقفلت الكاميرا عشان تضحك براحتك. قفل الكاميرا دي. خلاص مش طب قادر خلاص, فتس من الضحك مني. معز خلاص راح في في شربة مية, راح في شربة ضحك. ما يبوسي بقى. مش هيجي تاني النهارده لسه مش عارف. خلاص يا عم عرفنا ان هي باصي وانت قريتها بوسي, خلاص عرفنا خلاص خلاص انت هتعيرني يعني. افتح الكاميرا. طيب لا مستر مش هفتحها. هي ايه الكلمة اللي شكلها غريب. باصي باصي من لا كلمة باص, مستر. باص اللي هو الرئيس. طيب بعد كده عندي considerate, a person who always thinks about other people's needs. دايما الشخص بيفكر فيه,
انت عطشان، انت بردان زي ماما، انت شخصية ماما، انت عطشانة، انت مش بطنك وجعاكي، عندك مغص؟ لا انا كويسة والله. كونسيدريت كل الشخص شيء كويس. المقدر، الشخص المقدر او الشخص المراعي. مرار. دايما بيراعي الايه، الظروف اللي انت فيها. ماشي طيب، خلصنا خلاص الشخصيات، تعال نخش بقى على ايه، على الفرح بقى، حفل الزفاف، ويدنج اللي هو حفل الزفاف. ويدنج يعني حفل الزفاف. طيب عندي بعد كده برايد، برايد دي اللي هي العروسة. برايد اه ستة يا مستر، أنا فكرت يعني إيه عريس وعريسة؟ لسه مفكر دلوقتي. أنا مش عارف. هي دي برايد، برايد يعني العروسة. طيب بعد كده عندي برايد جروم، برايد جروم اللي هو العريس. بس تقريبا أنا كنت بروح الأفراح مش عشان أفراح، مكنتش بفرح، كنت بروح هناك باكل السندوتشات اللي هما بيحطوهم، سندوتش اه، بيبقى سندوتش ومعاه طيب تقريبا حتة بسبوسة، حتتين جاتوه. حتتين بسبوسة وحتة جاتوه تقريبا لو فيه، وكان زيت بيبسي. واطلع ده بره الفرح اللي بقى على القد ده، ما واوحى بحبش عليكم افراح دي، مشكور. بحب الفرح الاوبن بوفيه، ما بروحش الافراح الضعيفه دي. الفرح ايوه الاوبن بوفيه تخش، انا مش رايح، مش جاي ابارك، انا جاي اكل، ببقى قاعد مستني اصلا لما يقولوا لنا قوموا يلا روح الاوبن بوفيه، يبقى خلاص عاملين اكل ايه؟ مش مهم مين العريس والعروسه اصلا، اتجوزوا ربنا يصلح حالهم، المهم احنا ناكل. طيب بعد كده عندي بيست مان، بيست مان اللي هما قرايب العريس، اسمهم بيست مان. ده الافراح اللي انا بكلمكم كده على الفرح الغربي، دي الكلمات بتاعت الفرح الغربي، لسه نيجي الكلمات بتاعت الفرح الشرقي يعني من شويه. طيب يبقى قلنا بيست مان يعني اقرب العريس. طب بريست، بريست ده اللي هو الكائن اللي الكاهن اللي بايه، اللي بيتجوزهم لا ده عندهم بقى في الغرب عندهم في بتوع الغرب. الله. ايوه مستر بريست يعني ايه؟ بريست اللي هو الكاهن او راهب يعني ايه الكنيسه، كده؟ الراهب بتاع الكنيسة اللي بيقف يجوز العروسين عندهم بره في الكنيسة. أنا بشوفهم بيقولوا كلمات غريبة كده. اه يا عندنا معز، المعز بيبقى عندهم تواشيح بيقولوها كده يعني، عشان تفشيح هم يعني عارف انت كلمات مش مفهومة كده بتتقال اسم عشان خاطر. البابا اللي هو البابا ده بتاعهم، ايوه عشان يباركوا الجواز يعني، يباركوا الجوازة بعد كده بيطلقوا، يعدوا يوم ويطلقوا. طيب بس صوته وحش قوي، يبقى صوته حاجة مضحك شويه. غلط. طيب بعد كده عندي ويتنسز، الشهود بقى، الناس اللي بتيجي الفرح تاكل وتمشي، ده احنا بقى، احنا الشهود. طيب شهود يا مستر. اه ويتنسز الشهود. الأكيرة يا زمان أكيرة. ايوه بالظبط كده، الاكيلة. كاني أروح أبارك لك يا نجاة. هما بيبقوا فاكرين ان احنا رايحين نبارك لهم، عندنا حماس لحاجات تانية خالص. طيب بعد كده ذا ستايل، ذا ستايل الطريقة، طريق الطريقة ذا ستايل الطريقة، طريقة الجواز. هتعملوا في شادر ولا قاع ولا يخت بقى، ولا تعملوا في بحر ولا ما تعملوش أصلا. اه في ناس دلوقتي مش بتعمل فرح، بتسافر على طول بعد كده خلاص بقى اوفر فلوس الفرح دي. عشان ال بيدفع فلوس عشان يتجوزوا. لا دول مش عايزين يشوفوا حد، دي ناس كده مش عايزه تشوف حد. طيب تعال نخش على بقى فاريز، فاريز يعني يختلف، فاريز ديفرنت. يختلف، ده فيرب على فكرة. نجاح نجاح كريتوني اه دي نجاح بقى باللغة العربية، الفرح باللغة العربية اسمه نكاح سيرموني، نكاح أو سيرموني. فيريز. يعني ايه مثلا؟
مراحل ايه؟ varies يعني يختلف. varies يعني يختلف. طب عندي بعد كده آخر كلمة بقى اللي هي نكاح سيرموني. نكاح سيرموني اللي هو فرح باللغة العربية برضو نفس المعنى. ماشي، طب تعال نخش بعد كده. شفنا مستر البني ممكن آدم ترجعها بس وشفنا اكتبها؟ فرحه. تمام. احنا فصلنا تفصيل البني آدم، شفنا البني آدم، شفنا شعر وشه وفرحه من ساعة ما اتولد لحد شخصيته ما كبر بقى مراته واتجوز بقى، وقرايبه الأكل بتاعه. كل حاجة عن تمام يا هالجسم مستر. بقى. الإنسان البدال، الإنسان البريز بقى هذا الإنسان البليزة اللي اللي ما يطقش، اللي هو أنت مخدوق منه. طيب سمج. أيوة. طيب أنا كان عندي مهر، دي معروفة بقى، مهر، مهر مهر، بالعربي مهر. حجاب، مهر زواليمة، بعد كده تفاصيل، حجاب اللي هو الحجاب. حجاب، أرملة، ماشي. بعد كده ذواليمة. ذواليمة اللي هو تروح أرملة، الفرح يقول لك انت هتبارك، كبسة. تقول لهم لا الاول تنزل الذواليمة، نزل من ذواليمة وابارك. مش احنا هو ده هنكتب كبسة بقى، الحتتين الجاتوه عشان بقى الأكل. والكبسة. أنا جايبها عشان الأكل حبيبي، أنت فاكرني أنا بحبك؟ نزل الذواليمة. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها استبالي. توليمة يعني إيه يا مستر؟ ذواليمة وليمة، وليمة الوليمة، بالعربي، وليمة اللي لا هو العريس وليمة، بيجيبها عشان العروسة، جبناها بقى كبسة لا مش وحاجات عشان وأكل العروسة، كده عشان إحنا. عشان صحاب العروسة. عشان نبارك له، نبارك له، كل حاجة ليها ثمن يا بارك كل حبيبي. حاجة ليها تمن. بارك، مش هبارك إلا ما أكل الأول. أيوة بعد كده بقى عندي آخر حاجة اسمها كتبيلي سيتا بادي. تمام. سيتا بادي. سيتا بادي دي حاجة ما مش عارف دي مش عندنا ما بنعملهاش، اللي هو the bride groom take seven steps around the fire، اللي هو العريس يلف ايه 7 لفات او 7 خطوات حوالين النار. دي ما بنعملهاش. نكتب ان هو ايه، تقاليد يعني، ممكن نكتب تقاليد ده كان الزفاف. شبه فيلم زوجتي ومراتي، مراتي وزوجتي.